أكيد سلمى فنانة المحبوب معنا عبد الحق، رمضان كريم ويسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله أنت ورمضان كريم بألف عليكم. الله يسلمك يا خير، رب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا غير. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيكي، شكرا جزيلا. أكيد يعني خلينا نبلش شوي بحضور أو بهي السنة رمضان موسم 2019، حضور خاص مع المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمسلسل ناس من وراء. نحكي شوي عن العمل، عن مشاركتك فيه، وتحكي لنا شو المميز فيه بهي السنة. هلا هو مثل ما قلتي، يعني خلال السنة هذا العمل الرئيسي ناس من وراء، واللي هو من إنتاج المؤسسة العامة إنتاج الإذاعي والتلفزيوني ضمن مشروع خبز الحياة. كعمل بحد ذاته هو عمل أنواع اللطيفة اللي أنا بعتبرها أنها هي كتير مناسبة لأجواء رمضان، وخاصة للمشاهدة العائلية يعني، وهي مسألة يعني ممكن الانتباه لها يعني أكثر بالدراما. هو بيناسب تقريبا حضور العائلة، فيه قصص متنوعة، تارة من قصص إنسانية، تارة قصص طريفة، ضمن فرضية حتى اسمه هيك بيحمل معاني ناس من وراء، تماما ضمن فرضية أنجزها الكاتب بشكل جيد أستاذ أسامة كوكاش. بناء جمع مجموعة من الشخصيات، في شيء حلو انه حتى الطبقة الاجتماعية اللي بتنتمي إلى هي الشخصيات هي يعني تشبه الطبقة الاجتماعية اللي بينتمي إلى الغالبية العظمى من المجتمع بسوريا، طبقة عاملة وتقريبا وسطى فينا نقول، وفي بيناتها علاقات ضمن إقامتها بهذا البناء، المفارقات اللي بتنشأ والقصص اللي بتنشأ، المعالجة كمان اللي قدمها بالإخراج أستاذ وائل رمضان كانت البساطة مع اللمسات يعني اللي دائما فيها خصوصية، فيها هوية، وفيها بتلمسي يعني نحن الشيء اللي بندور عليه، يعني اللي بنحكي عنه نقول ثقافة مخرج، سواء بالعمل مع الممثل على الأداء أو سواء باختيار طريقة إخراج المشاهد وتسلسل العمل. ده في لمسات خاصة. أنا بلشت تابع هلأ يعني بتعرفي أول رمضان الحلقات الأولى، كمان أهلي بالبيت عم تابعوا كذا، في يعني بقدر أقول انطباعات أولية يعني نمط العمل اللطيف لهيك، هذا نوع محبب وأنا بعتقد أنه بيناسب كتير رمضان. صحيح. إن شاء الله يستمر يعني يعني مثل هيك أقلاع، وإن شاء الله بيكون يعني بيكمل رمضان وبيكون يعني ممتع وحلو. هذا طبعا أحد الأعمال بالمشروع الكامل اللي هو مشروع خبز الحياة اللي من إنتاج المؤسسة. وهذا اللي يمكن بدي أسألك عنه أستاذ معن، يعني دائما نحن الدراما السورية أثبتت وجودها وبقوة سواء كنا بقطاع خاص أو بقطاع عام، ولكن السنة كان مختلف مع مشروع خبز الحياة. قديش قدم هالمشروع فائدة للدراما ولكل العاملين في صناعة الدراما السورية الوطنية؟ صحيح سلمانة، بدي أقول لك يا أنه يعني هذا رأيي شخصي، وجود القطاع العام بعملية الإنتاج الفني مسألة يعني أرجو من جميع المعنيين التمسك فيها، لأنه هي يعني هلأ شوفي خلال الأزمة اللي نحن مرقنا فيها القطاع العام حمى يعني الإنتاج الفني. يعني أنت هلأ نحن بفترات الأزمات اللي مثل الأزمة مرقنا فيها أو بالفترات العادية يعني دائما كان القطاع العام هو الحامي، الحامي مو بس للممثل، لكل ما يرتبط بالمهنة الفنية. لذلك يعني المشروع اللي أنجزته المؤسسة، هلأ في حدا حيقول يمكن أنه والله أنا عم بحكي من قبيل لأني أنا اشتغلت أو كذا، على كل إن أنا يعني اشتغلت بقدر نسبيا أقل من غيري كتير، لكن أنا اللي بدي أقوله أنه هو جيد، هو الفكرة بالأساس، المبادرة خليني أقول المبادرة بهذا التوقيت كانت مهمة وضرورية جدا. ببساطة نحن بحاجة يعني القطاع العام أنجز مسألة مهمة جدا المؤسسة. أولا هي حفزت حتى القطاع الخاص على استعادة الإنتاج. الكم اللي أنتجته السنة المؤسسة هو مو بس كم، هو ترافق مع نوع. هلأ نحن بداية رمضان، بعض المشاهدات الأولية لأعمال، هلأ إذا بدكم سمي بسمي بس يعني حتى ما أحسب الانحياز، لكن يعني أعمال من إنتاج المؤسسة بلشنا نشوف في كم عم يرافقوا نوع، عم يرافقوا تميز. في أعمال بلشت بشكل واضح في شغل فيها مميز. طيب هلأ أنا حتى ما شفت كل شيء، بس يعني على الأقل ضمن اللي شفته في شيء مو بس هو أنه نحن بدنا ننتج ونشتغل. طيب هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي تأمين فرص العمل
لجميع كوادر العمل الفني، وبرجع بقول مو بس للممثلين، لكن لا، هذا القطاع العام عم يحمي المهنة، وهو السند وهو الحامي سواء في أزمة أو ما في أزمة، وهو اللي حفز القطاع الخاص كمان، لأنه أنت لما بصير عندك كم بالإنتاج حيشوف القطاع الخاص هذا الشيء، البيئة، الممثلين، النجوم، حتقدر تشوف أنه في عملية إنتاج، وهذا الشيء مثل ما شفنا السنة الحمد لله كمان كم الإنتاج بين العام وبين الخاص هو أفضل من غير سنوات. فلذلك يعني القطاع العام أساسي وضروري، ويجب دائما أنه يعني نشجع على استمرار إنتاجه. أكيد يمكن مثل ما حكينا أنه مشروع خبز الحياة كان داعم ورافد للدراما السورية، وخاصة أكيد للفنانين، خلينا نقول اللي بين قوسين هن أكاديميين ولكن ما عم يشتغلوا، ما عم يلعبوا. شوف أنا رح أقول لك شيء بواقعية، يعني أنا واحد من الناس، أنا من الممثلين اللي ما بدي أقول كلمة استفدت، لكن لأنه أنا بالأساس ممثل وعم بشتغل سواء بس أنا بقول لك أنه لا، ما يعني بمعنى أنا استفدت كفرصة عمل، كفرص عمل، عرفت علي شو؟ أنا ممثل أقيم في سوريا وأعمل في سوريا 90% من عملي تقريبا، أحيانا 100% من العمل. طيب شريحة واسعة من الفنانين، إذا نحكي على الفنانين، رغم أنه هو مرتبط مو بس بالفنانين، بكل المهن الفنية المرتبطة بالإنتاج، الكادر الفني بأكمله، الكادر الفني بأكمله، لكن إذا نحكي على الفنانين، شريحة واسعة من الفنانين اللي هن مرتبط عملهم بالداخل السوري، إطلاق هي المشاريع أمن لهم فرص عمل تماما، فرص عمل مو بالمعنى الفني ما كانت مجانيه، لك عم لك انا بلشت اتابع اعمال في مستويات فنيه جيده ومحترمه، وعم تقدم شيء جديد، وما بدي اقول اكثر من هيك حتى ما، لان انا شفت احد الاعمال اللي هو فعلا مميز جدا، يعني بلشنا نشوف بالاخراج، ما بدي احكي على ناس من وراء، بس حابب لو كنت انا مشارك فيه معي راح اقول اني حابب اقلاع العمل، الجو اللطيف اللي عمله، انه خلينا نحكي عن الجانب الكوميدي، يعني نعم. بس نقول معنا عبد الحق دائما بينطبع بذاكرة الناس، وهذا شيء إيجابي، لأنه الكوميديا أنك تضحك إنسان كتير صعب من أنك تبكي إنسان. فخلينا نحكي عن شو الجديد بناس من وراء بالجانب الكوميدي، تمام. هل هي أنه المضحك المبكي على شو اعتمدته؟ هو تمام، يعني هو في هاي الخلطة اللي يعني أشرتي إلى، لأنه هو مانو عمل بيحمل هوية كوميدية، هو بيحمل هوية طرح واقع حياة متنوع، تارة بنحكي عن الحب، تارة بنحكي عن قضية إنسانية، الحلقات القادمة حتوضح هذا الشيء، تارة بنحكي عن موقف طريف، تارة بنحكي مثلا عن موقف اجتماعي معين. لا بس إذا نحكي على القصص، يعني الخط الطريف خليني أقول فيه، فهو أنا بقول لك كمان انشغل بعناية من قبل الإخراج، وهون أنا بالنسبة لي كممثل كان شيء جيد ومهم، لأنه التعامل مع مخرج بيحمل ثقافة أنا هيك بعبر عنها، الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تخرجه كممثل، وثم يعني تراكم هذا العمل عنده كممثل الأستاذ وائل رمضان، وثم كمخرج، هذا الشيء لما أنا تعاملت معه كممثل أمامه وهو مخرج وعم يعطي الملاحظات، عم يوجه الدور، لا ما كنا على كيفنا، كان في تصور واضح بذهن المخرج لا كيف هي الشخصية بده إياها تطلع، كيف بدها تنسجم مع باقي الشخصيات، تعمل هوية للعمل كلياته بحيث تكون هوية منسجمة مع بعضها. هذا الشيء بالنسبة لي كممثل كان تجربة مهمة وأضافت، وهذا الشيء مهم. أحيانا كتير بتشتغلي بأعمال تطلعي مثل ما دخلتي، يعني عرفت شو، هلأ بيبقى شغلك أنت على حالك يعني. أكيد يمكن هذا الشيء اللي ميزك أستاذ معن، يعني خلال الأعمال اللي أنت شاركت فيها دائما كان في عندك جانب شخصي بتضيفه للشخصية، سواء الكوميديا أو حتى الأنواع تانية. حكيت بالبداية قلت أنه نوع الدراما اللي السنة أنت شاركت فيها بتروح للعائلة، وأنت بتحب هذا الشيء يمكن من أزمة عائلية وغيرها من المسلسلات الكتيرة اللي هي أخذت شكل السيت كوم مثل عائلة ستنجوم وغيرها من المسلسلات. هذا النوع من الدراما قديش أحرزت في سوريا تقدم كبير وتركت في بصمة من خلال سلاسل من هاي المسلسلات اللي شفناها خلال فترات الماضية. صحيح سلمى، كمان عم تحكي صح، لا نحن تميزنا بهذا النوع، اجت فترات مثل ما بيقولوا يعني ذهبية، تمام، فترات ذهبية لهذا النوع، لذلك يعني نحن بدنا يعني نقول انه حبذا كمان ولو كل سنة يكون في له حصة من حصة، يعني النوع اللي هو خلينا نقول اللي هو بيحكي القصص الحياتية، بيعالجها بطريقة تجمع بين الطرافة وبين يعني العبرة أو الحكمة، الملامسة الإنسانية، لأنه هو أولا محبب للناس،
هو بيقدر يحكي عن الواقع بدون فجاجة. هو ممكن يعطي عناوين، تمام، ممكن يعطي إشارات ويترك للمشاهد فهم ما تبقى، وفيه مساحة للعب بالنسبة لي كممثل. يعني المسائل اللي تميل للمرح للكوميديا فيها مساحة لعب جميل. أشرت إلى نقطة هي طبعا أنا مستمتع فيها وبتمنى أني أتوفق فيها، هي دائما مسألة الإضافة، هي ضرورية جدا. أنا يعني لا زال يعني ضروري جدا. النصوص نحن اللي نتعامل معها نصوص في منها جيد في منها مقبول، لكن هي كلها تتطلب اجتهاد، أو على الأقل خلينا نقول، ما نقول اجتهاد كلمة كبيرة، خلينا نقول تقديم اقتراح من الممثل أو المخرج بشكل أساسي. الممثل أنا بالنسبة إلي هون بعتبره امتحان، وهو ممتع بالنسبة لي إني دائما لاقي حاول أبحث عن شغلة جديدة. نعم، خلينا نروح على السينما قبل ما يخلص الوقت. بودكا عبعالي مشاركتك فيه هو فيلم، أنا ممكن أخلص لك الوقت بسؤال واحد سريع طلع عم بحكي لا نحن لأنه لا طبعاً طبعاً مبسوطين كتير معك، مع أنه أنت بتعرف يعني من أهل البيت، خلينا نقول كل رمضان لازم تكون معنا. بودكا عبعالي على السريع نحكي عنه، مشاركتك فيه وشو عم تحكي، كيف عم تلاقي هاي الأفلام الشبابية اللي عم تسعى ليصير في شباك تذاكر بسوريا؟ هلا هو مختلف شوي عن قصة الأفلام الشبابية، هو تجربة لها علاقة باصطناعات السينما يعني التجارية. لما نقول سينما تجارية مو بالضرورة أن تكون مبتذلة تماما، يعني لا، إنما هي السينما قادرة على يعني إعادة الجمهور بكثافة إلى صالات السينما من خلال مواضيع قد تكون أحيانا مواضيع طريفة خفيفة، مو بالضرورة تتصدى لأفكار يعني كتير فلسفية، يعني بعض أنواع السينما تتصدى لها. هلأ بالنسبة لي كان كنت حابب أني أطلع بشغلة هيك كوميدية بالسينما، يعني نحن يعني للأسف نحن المفروض أنه هذا الشيء يكون عنا، يعني ما يعني لازم يكون عنا أكثر من هيك. أكيد يعني لازم يكون عنا أكثر، وكنا بنتمنى يكون عنا وقت أكثر لنحكي أكثر. بدنا نتشكر وجودك معنا عبد الحق الممثل السوري والوطني بامتياز مثل ما بنقول دائما. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك شكرا لك لوجودك معنا، وإن شاء الله هيك رمضان كريم عليكم، كل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير. شكرا لك.